اللجنه او لجنه التحقيق وكيل او النقابه ورئيس لجنه التحقيق اللي المفروض بتتولى هذا الامر في نقابه الصحفيين. برحب بيك يا استاذ خالد، ازاي سعادتك يا فندم؟ اهلا بيك يا استاذ جابر، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. هل هذا الخبر صحيح؟ اللي هو، لان انا مش معاك من الاول. انك بتحيل نقابه الصحفيين، تحيل الاستاذ احمد موسى الى هيئه التاديب؟ هو لجنه التحقيق اليوم اللي زي ما حضرتك ذكرت ان انا براسها وبتضم في عضويتها نائب رئيس مجلس الدوله وسكرتير عام النقابه، اتخذت القرار ده بالفعل اليوم. سبب الاحاله ايه؟ رغم ان هو والطرف الاخر في المشكله المخرج خالد يوسف اصطلحوا. يعني انا الحقيقه ان انا بصفه رئيس لجنه التحقيق مش